الاطفال، بتعض الاطفال. تعالي شوف المحاضر اللي في النص، شوف المحاضر اللي في النص. لا 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 لا، انت اللي كذابه، انت اللي كذابه. في اللوكاندات بتسمحوا اوضه تمشي كده؟ هنا بقى بيقتلوهم يا بيه. يا بيه المحضر يا بيه، المحضر ما فيهوش حد يا بيه، كان في تسريب للقطط. ايوه ايوه، بتتناقشوا في ايه؟ مش في محضر خلاص. طب سؤال من حضرتك، بعض اعضاء نادي الجزيره بيطالبوا باقاله اداره النادي. ما ينفعش يا باشا، دي احسن مجلس اداره كان موجود. ده عمل صيانه، عمل صيانه لحمام السباحه، وعمل صيانه للمكتب الامن الاجتماعي، وعمل صيانه لحديقه الاطفال. كل المبنى جدد، ولحق نادي الجزيره ارض نادي الجزيره في 6 اكتوبر كانت هتتسحب من المجلس القديم، جه هو لحقها وعمل في الانشاءات وتعاقد، والبنى قرب الافتتاح لاول مرحله. طب انت تفسير حضرتك عشان للشباب، تفسير حضرتك ايه للصور اللي شفناها على الانترنت للقطط المقتوله ومرميه جثث في جنينه نادي الجزيره؟ يا باشا ما فيش حاجه في جنينه نادي الجزيره، ما فيش حاجه، كلها متصوره بره. بصوا كويس على الصور، ما فيش حاجه زي، ما فيش حاجه اسمها في نادي الجزيره صور، كلها لا. دي مجموعه عايزه بتعمل كل مره من المجالس القديمه بتعمل ارهاب لاي مجلس اداره يحاول يسرب القطط، يعملوا له الكلام دوت ويعملوا له الدوشه دي عشان يمنعوه انه يسرب القطط، لان هم بيحبوا القطط. بس معظم الاعضاء الغالبيه واقل حاجه يتعمل قرار جمعيه عموميه، عايزين القطط جوه النادي ولا مش عايزين القطط جوه النادي؟ ايوه، ايه مصلحه اعضاء في النادي ان هم يتبلوا على اداره النادي انها بتقتل القطط؟ ايوه، لان نوع من الارهاب، قلت لحضرتك عشان مش عايزينهم يسربوهم، كل بره يعملوا لهم ارهاب عشان ما حدش يسرب القطط. لكن هات لي محضر بيقول حد قتل، هات لي صوره بتوري حد قتل. هم بيسربوا القطط، وبلغوا نادي الجزيره قبل كده، نقطه الجزيره، ونقطه الجزيره جت ومسكت راجل كان كل القصه انه معاه شوال في قطط بيسربها. طيب اتشرف بس باسم حضرتك. حسين حبيب. حضرتك عضو في النادي؟ اه. شرفت بالسلامة.